يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الختان شرط من شروط صحة الإسلام؟ كان الذكر واجب وليس شرطا من شروط الإسلام، إنما هو واجب من واجبات الإسلام في حق الذكر، ومن لم يختتن فهو مسلم، ولو كان مختتن هو مسلم، لكنه ترك واجبا إذا كان يقدر عليها، ما إذا كان ما يقدر على الختان فهو معذور. نعم، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.